صباحكم خير وسعادة وفرح. أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة من صباح On Time. النهاردة عندنا موضوعات كتير بالتأكيد هنتكلم فيها وهنناقشها وهنحللها مع بعض. عندنا طبعا مباراة منتخبنا المصري والاستعدادات للمباراة القوية أمام منتخب طبعا بوتسوانا وتفاصيل كتير. هل المنتخب مستعد بالفعل ولا الكلام اللي اتقال على مواقع التواصل الاجتماعي الناس ابتدت تقلق؟ هنقول لكم كل التفاصيل وهنتابع معاكم كل الأخبار وبالتأكيد كل أخبارنا خاصة في صباح اون تايم. هكون معاكم لمدة ساعة ونص من دلوقتي. فرح علي في صباح اون تايم. مواجهتنا النهاردة إن شاء الله مواجهة مهمة جدا بإذن الله. منتخبنا المصري مستعد إن هو يواجه بوتسوانا في تاني جولات تصفيات إفريقيا واللي هتأهلنا بإذن الله لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في المغرب 2025. طبعا زي ما قلت لكم كلام كتير جدا عمال يتقال على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا. وبعثت منتخب بوتسوانا بسبب ان هم اتاخروا ولعبوا مباراه موريتانيا في طبعا الايام اللي فاتت واتاخروا في ان هم يرجعوا لبوتسوانا، لدرجه ان بعثت منتخب مصر وصلت واتدربت قبل بعثت منتخب بوتسوانا. ده عمل حاله جدليه كبيره قوي خلى الاتحاد الافريقي كاف بياكد اقامه المباراه في نفس الموعد النهارده يوم الثلاث من غير تغيير موعد المباراه، لانه كان الطرف الاخر طلب ان يكون في تاجيل للمباراه علشان يلحقوا. المباراة النهاردة هتكون الساعة 4 العصر بتوقيت القاهرة وهتقام الساعة 7 مساء بتوقيتنا احنا. فزي ما بقول لحضراتكم المباراة في مواعيدها، المباراة هتتلعب النهاردة ان شاء الله. تعالوا نشوف معاكم كده تقرير عن مباراة مصر بوتسوانا ونرجع نكمل كلام. يستعد المنتخب المصري تحت قيادة العميد حسام حسن لخوض غمار منافسة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك عندما يحل ضيفا على المنتخب البوتسواني في لقاء يسعى فيه الفراعنة للعودة بالثلاث نقاط لحسم صدارة المجموعة مبكرا. ونجح المنتخب المصري في تقديم أفضل المستويات أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الافتتاحية والتي شهدت تألق العديد من نجوم الفراعنة وعلى رأسهم الثلاثي مدافع الأهلي رامي ربيعة وجناح أينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش وجناح بيراميدز إبراهيم عادل الذين سجلوا ثلاثية فوز الفراعنة في الجولة الماضية من تصفيات الكان. ويسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز الثاني على التوالي لحسم صدارة المجموعة مبكرا، خصوصا وأن المهمة ليست سهلة بعد هزيمة المنتخب البوتسواني أمام موريتانيا في الجولة الأولى، وهو ما يجعلهم متحفزين لتعويض الخسارة التي تعتبر سلاحهم الأول إلى جانب الملعب وربما يكون كافيا لتحقيق أول فوز في تاريخهم على الفراعنة. وسبق وتواجه المنتخبان في 6 مناسبات سابقة، 4 منها رسمية واثنتان على المستوى الودي، إلا أن المنتخب المصري كان له التفوق الكبير بالفوز في 4 مباريات مقابل التعادل في مباريتين، وهو ما يجعل الفرصة كبيرة لعودة المنتخب بنقاط المباراة في ظل تألق لعبه بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح وأحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وآخرين لقيادة الفراعنة صوب التأهل لنهائي نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025. في النهاية يخوض المنتخب المصري اللقاء السادس تحت قيادة العميد حسام حسن الذي يتطلع لاستعادة كبرياء الفراعنة في القارة السمراء من جديد ومواصلة قطار انتصاراته في التصفيات للقاء الثاني على التوالي أملاً في تجنب المفاجآت التي واجهت المنتخبات الكبرى على غرار غانا والسنغال وغيرهم، فهل يكون له ذلك أم لمنتخب بوتسوانا رأي آخر؟ الحقيقة يعني تغييرات ممكن تكون في صالح منتخبنا اللي محتاج ان هو طبعا يكسب المباراة لأمور كتير، أهمها طبعا ان هو زي ما بنقول دايما نفضل نكسب ودايما نواصل المكسب، واللي قلنا عليه أكتر من مرة ان مهم انك انت تسجل سلسلة انتصارات متتالية بالتأكيد هتأثر معاك وهتزودك سواء في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم أو كأس العالم، تطمنك تطمن على الجيل الحالي علشان توصل لنهاية سنة 2025 وانت عندك فريق قوي متجانس قوام مهم للمنتخب تقدر تعتمد عليه يقدر يخليك انك انت تتحدى اي صعاب خلال الفترة اللي جاية. طبعا نهائيات كأس الأمم الإفريقية في المغرب دي من النهائيات المهمة جدا اللي بالتأكيد لازم انك انت تسيب اثر طيب فيها ولازم انك انت تكون مطمن على المنتخب بتاعك وهو في افضل شكل وفي افضل حال ويقدر ان هو يدخل لنهائيات كاس العالم 2026 وهو فعلا بمعنى الكلمة عنده ثقة في نفسه وعنده ثقة في ان هو يتخطى مرحلة المجموعات.
طيب علشان نوصل للمعادلة اللي بكلمكم عليها دي محتاجين ان احنا نسجل اكتر من مكسب داخل وخارج الديار، وما نبصش لأي اعتبارات تانية زي المنافس اللي احنا بنواجهه، قوته عاملة ازاي، عدد الإصابات أو الغيابات اللي عندنا، كلها أمور على فكرة لازم تكون خارج نطاق كرة القدم. انت في التسعين دقيقة كل اللي مطلوب منك ان انت تحافظ على شكلك، منظرك، أدائك، مستواك، سلسلة المكسب، والأهم انك انت تحاول تثبت انك انت فعلا قادر انك انت تخوض المهمة دي، وانك انت يكون عندك تشكيل دايما بتلعب بيه. وده اكيد مهمة الجهاز الفني وكابتن حسام حسن اللي اخد اشادة كبيرة بعد مباراة كاب فيردي. ناس كتير قالت ان هي افضل مباراة كان فيها تاكتيك لعب بيها الكابتن حسام حسن من بداية المباراة او من بداية توليه حتى منصب المدير الفني لمنتخب مصر، اللي هو كان في شهر مارس تولى القيادة الفنية ولعب من ساعتها 4 مباريات امام نيوزيلندا وفاز 1-0، وامام كرواتيا خسر 4-2، وبعد كده بوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم فاز 2-1، وامام غينيا بيساو خارج مصر وتعادل 1-1. هنقول لكم التشكيل المتوقع. امبارح قلت لكم التشكيل قبل المباراه وفقا يعني التغييرات كده اللي حصلت في ال 72 ساعه الاخيره. بنسبه كبيره هيحافظ الكابتن حسام على رباعي خط الدفاع، مع ان هو يدفع بمحمد النني في وسط الملعب مع الثنائي مروان عطيه واحمد مصطفى زيزو، وهيتواجد محمود حسن تريزيجيه في مركز الجناح الايسر بعد اصابه عمر مرموش واستبعاده، وممكن نشوف واحد من الثنائي محمد صلاح واسامه فيصل في مركز راس الحربه بدل من مصطفى محمد بعد اصابته في مباراه كاب فيردي. طيب التشكيل هيكون كالتالي: في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني باك يمين، رامي ربيعه وحمدي فتحي سرد باكين، ومحمد حمدي باك ليفت. طب خط الوسط مروان عطيه ومحمد النني واحمد مصطفى زيزو، خط الهجوم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، ابراهيم عادل او اسامه فيصل. كل التوفيق لمنتخب مصر، ان شاء الله نسجل مكسب مهم، ناخد الثلاث نقاط قبل ما ندخل المرحله اللي جايه، المرحله الثالثه او الرابعه في شهر اكتوبر. عندنا ماتشين ذهاب وعوده مهمين جدا مع منتخب موريتانيا، لازم نركز، لازم نكون على قدر المسؤوليه. وزي ما بقول في البعض بيحسب المواضيع بان هو يقول احنا هممنا المكسب، وفي البعض يقول مكسب ونتيجه. الحقيقه احنا النهارده هنشوف الكابتن حسام حسن هيقدر يعمل المعادله اللي بقول لكم عليها دي، يحافظ على المكسب والنتيجه في نفس الوقت، ويطمن الجمهور المصري، ويكون فعلا اللعيبه اخذت خبرات وخرجت باكبر استفاده ممكنه من المباراه دي. ده اللي هنتابعه النهارده ان شاء الله الساعه 7 مساء في مباراه مهمه هتجمع منتخبنا المصري امام منتخب بوتسوانا. نقول لكم برضو نتائج تصفيات افريقيا المؤهله لكاس الامم الافريقيه امام طبعا المنتخبات اللي لعبوا بعض الايام اللي فاتت. امبارح الاثنين بوروندي ايضا لعبت منتخب السنغال وفازت السنغال 1-0. غينيا الاستوائيه اتعادل بنتيجة 2 لكل منتخب أمام توجو، مدغشقر وجزر القمر انتهت المباراة بنتيجة 1 لكل منتخب، النايجر وغانا انتهت بنفس النتيجة 1 لكل منتخب، أوغندا والكونغو انتهت بفوز أوغندا 2-0، أيضا أنجولا والسودان انتهت بفوز أنجولا بنتيجة 2-1 للسودان، والمغرب قدرت تتفوق على ليسوتو بنتيجة 1-0، وأخيرا إثيوبيا وجمهورية الكونغو قدرت تفوز جمهورية الكونغو بنتيجة 2-0. مباريات النهاردة الثلاث عندنا مواجهات كتير معظمها هتكون مؤثرة طبعا في فكرة ان المنتخبات دي تستمر وتكون متواجدة في المنافسة. تعالوا نستعرض معاكم مباريات اليوم. موزمبيق هتواجه غينيا بيساو الساعة 4 عصرا في نفس التوقيت، أيضا إسواتيني الساعة 4 عصرا أمام مالي، رواندا أمام نيجيريا في نفس التوقيت، وجنوب السودان في مواجهة جنوب إفريقيا. أما عن مباراة الساعة 7 مساء فبوتسوانا هتواجه مصرنا الحبيبة الساعة 7 بإذن الله، زيمبابوي هتواجه الكاميرون في نفس التوقيت، وناميبيا هتواجه كينيا، وغينيا هتواجه تنزانيا، وليبيريا هتواجه أيضا الجزائر، والجابون هتكون في مواجهة إفريقيا الوسطى، وبوركينا فاسو أما بقى دي مباريات الساعة 10 مساء فهتواجه ملاوي، وفي نفس التوقيت تشاد أيضا 10 مساء في مواجهة كوت ديفوار، زامبيا هتواجه سيراليون، وفي نفس التوقيت بنين هتواجه ليبيا، وكاب فيردي هتكون على موعد مع مواجهة منتخب موريتانيا.
دي مواجهات اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب بإذن الله. وزي ما بقول لحضراتكم مباريات مهمة جدا اليوم، ممتلئ بالمواجهات والمباريات، كل منتخب يتحكم في مصير نفسه، والكل لازم يكون على موعد ويكونوا عارفين إن دي الفرصة الأخيرة إن هم يكونوا متواجدين. وطبعا اللي بيثبت نفسه وزي ما بنقول كده بيسيب تاريخ مشرف في إفريقيا بالتأكيد هو اللي يستحق دايما إن هو يكون في البطولات الإفريقية. حابين برضو ان احنا نقول انه النهاردة 10 سبتمبر متبقي على انطلاق الموسم الجديد حوالي شهر على اقصى تقدير. واتكلمت معاكم امبارح في تصريحات عامر حسين وشفنا انه لسه الامور ما تمش الاستقرار عليها، الدوري هيبقى شكله عامل ازاي. ممكن شهر ونص على اعتبار ان مسؤولي رابطة الاندية واتحاد الكرة قالوا قبل كده ان الموسم الجديد من المفترض ان هو يبدأ في نص او نهاية شهر اكتوبر، يعني بعد بطولة كاس السوبر الابطال اللي هتجمع الرباعي الاهلي الزمالك بيراميدز وسيراميكا كليوباترا. طيب بما ان المدة اللي متبقية قليلة جدا محتاجين ان احنا نعرف اكتر من حاجة، اكتر من حاجة في شكل الدوري. الشارع الرياضي عايز يعرف شكل الدوري الموسم اللي جاي هيكون عامل ازاي، امتى هيتم انتخاب رابطة الأندية الجديدة، وده برغم ان زي ما بقول لكم كان في تأكيدات من المسؤولين عن تغيير شكل ونظام مسابقة دوري نايل الموسم اللي جاي، لكن لغاية دلوقتي النهاردة 10 سبتمبر مفيش اي تصور جديد، او مش هنقول مفيش تصور، مفيش اعلان عن التصور الجديد لمسابقة الدوري. شكل المسابقة هيكون عامل ازاي؟ هتخلص امتى؟ وده مهم جدا 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 لانه بناء عليه الجدول هينزل، الاندية هتبتدي ان هي تأهل نفسها، هيتم حط برامج الاستعداد للاندية لنفسهم، هما كمان عايزين يعرفوا الشكل هيبقى عامل ازاي، خصوصا ان الاندية اللي هتشارك في البطولات الافريقية لازم تأهل نفسها. يعني الموضوع بشكل مختلف، مارسيل كولر او جوزيه جوميز هيطلبوا من إدارات الأندية في الأهلي وفي الزمالك مواعيد الاستعداد للموسم الجديد. إزاي هيعملوا كده؟ طب ما هم الناس دلوقتي في المعسكر وبيأهلوا نفسهم، بس هم مش عارفين فترات التوقف هتكون إمتى، ومش عارفين مواعيد مسابقة الدوري هتبقى إمتى وهتخلص إمتى. على فكرة ممكن حد يطلع يرد عليا يقولي طب ما احنا قلنا إن هو هيخلص في مايو، طب ما احنا قلنا إنه هيبتدي في نهاية 10. إمتى؟ إمتى هيبتدي؟ يوم كام؟ وشكله عامل ازاي؟ النهارده 9 سبتمبر، ده اقل حقوق الانديه اللي بتستعد. تالت حاجه، احنا لسه لغايه دلوقتي ما نعرفش موعد انتخابات مجلس اداره اتحاد الكره المصري هتكون امتى. اتقال انها مع نهايه دوره الالعاب الاولمبيه، ودوره الالعاب الاولمبيه خلصت بقى لها شهر، لسه ما فيش تاكيدات بالموعد الجديد للانتخابات. ليه اللي انا بقوله ده؟ على فكرة في فرق ما بين ان انت تصدر مشاكل وما بين انك انت تكون الامور واضحة بالنسبة لك من بداية الموسم، وزي ما بنقول لما الامور بتكون واضحة صدقوني كل المنظومة بتنجح وكل الناس بترتاح، انت هترتاح وهتريح الطرف الاخر. مهم جدا نحط نظام للموسم الجديد في كل حاجة، وقلنا الكلام ده الموسم اللي فات، فكرة ان انا تلافى الاخطاء وان انا يكون عندي اخطاء حصلت في المسابقة الموسم اللي فات مش عيب، لكن لازم أصلحها، ولما أصلحها مش هيحصل من يوم وليلة، لازم إن ناخد وقتي لأن الموسم اللي جاي فيه تحديات أكبر. شكل المنافسة القوي جدا بإذن الله، تطوير المنظومة الرياضية في مصر اللي كل يوم بيكون بيتطور أكتر وأكتر، واللي مؤكد إنه هيضم أكتر من نادي على القمة. أتمنى إنه مع بداية الأسبوع اللي جاي نشوف إجابات لكل الأسئلة اللي عمالين نقولها، علامات الاستفهام اللي قلناها النهاردة، وتكون دي آخر مرة نتكلم فيها عن شكل المسابقات في الكرة المصرية في موسم 2024-2025. خلي اللعيبة تبقى عارفة مصيرها، خلي الأندية تبقى محددة هويتها وشكلها واستعداداتها، ده من حق كل مواطن، هقولك مواطن رياضي في المنظومة الكروية أو الرياضية في مصر. نادي هليوبلس حقق مجموعة من البطولات المختلفة في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، كنا طبعا حريصين على إن احنا
نروح للنادي ونعمل لقاءات مع أصحاب الإنجاز علشان نعرف طموحاتهم في الموسم الجديد عاملة إزاي، خصوصا كمان في منطقة الأطفال سجلنا مع بعض أولياء الأمور وبعض الأطفال علشان نشوف الألعاب اللي تفوقوا فيها خلال الموسم اللي فات، وده طبعا أمر إيجابي جدا أتمنى أن يكون موجود بشكل كبير في كل المؤسسات الرياضية. خلونا نقرب من المشهد أكتر ونروح نشوف التقرير التالي ونرجع لكم مرة تانية. استفدنا اللي احنا يعني زمان كنا بنلعب، ما كناش بنلعب منطقه وكده، كنا بنلعب مهرجانات، دلوقتي اتعودنا ايه الماتشات اللي بجد والفرق المنافسه اللي بجد. يعني وانا صغير من سني وانا بلعب الهاندبول فكبرت بقى حبيتها قوي. احنا السنه دي رحنا اسبانيا طلعنا اول ولعبنا فاينل منطقه طلعنا تاني. كنت عايزه بكون حارس مرمى عشان ده اللي بينقز الفرقه وده اللي بيساعد الفرقه عشان هي تكسب بطريقه يعني فرق كبير، وده اللي يعني ده اللي انا اخترته هنا عشان هو بيكسب الفرق. استفدت ان انا كنت احسن شويه من المره اللي فاتت وكنت يعني مستواي بيتحسن. يعني استفدت ان انا كنت احسن من المره اللي فاتت من قبل، وهي يعني اللعبه مش مزهقه، لعبه كويسه. يعني بلعب في سله هيليوبلس، نادي هيليوبلس 2011. يعني لعبنا ماتشات كثيره وخدنا خبرات، يعني عشان يعني خدنا خبرات برضو على الباسكت، و يعني برضو يعني صحتنا برضو بقت احسن بكتير وكده. هو الموسم ده اكتر موسم يعني نجحنا فيه وكسبنا اكتر الماتشات فيه. ان انا اتعلمت ازاي احافظ على الكوره، وان انا اتحسنت في شوتي والديفنس. انا استفدت اكسبيرينس في الماتشات وكده والخطط، عشان يعني انا لسه داخله من في شورت تايم، فيعني انا ام جينينج اكسبيرينس في الناس اللي اكبر مني، فيعني اتس جود اكسبيرينس لما انا اكبر شويه والناس يبقوا احسن ان انا اعرف العب احسن. هو انا اخترتها عشان بحبها وانا صغيره، كنت عايزه اطلع زي مايكل جوردن وكده فانا اخترتها كده. ان شاء الله كسبنا ماتشات كتير سو فار الحمد لله. استفدت ان انا بقيت العب احسن، وكل تمرينه بحيث انا بطلع استفدت من التمرينه وبفهم اكتر. اتعلمت من كابتن هاني حاجات كتير، واتعلمت ان انا اخش على الباسكت وما اخافش وانه اثق في نفسي. استفدت حاجات كتير من كابتن هاني الصراحه، كان بيعلمني ازاي العب في البوزيشن بتاعي صح وازاي استغل البوزيشن بتاعي صح. يعني كده احنا كل سنه بنتطور عن التاني وبيبقى في فرق احسن ولاعيبه احسن بتجيلنا، فان شاء الله السنه دي نعمل احسن واحسن مسافه كمان. هم كل سنه بيهتموا بينا اكتر واكتر وبيهتموا باللعيبه اكتر، يجوا يتفرجوا على التمارين، يجوا يساعدونا في الماتشات وبتاع، ودي كلها حاجات بتساعد اللعيب في ان هو يلعب احسن. هو طبعا مجلس اداره يعني دعم مستمر، وهي اسره ومنظومه يعني بتعمل على ان شاء الله نطلع اجيال كويسه جدا للفلسطين. قطاع الناشئين بصراحه يعني فيه اهتمام جدا، سواء ان احنا بنجيب مدربين للفتنس، احصائيات، مدربين يعني من احسن المدربين الموجوده في المجال موجودين السنه دي مع القطاع البنات وقطاع الولاد، وطبعا الكابتن بيسي اختارهم يعني اختيار كويس موفق ان شاء الله، فكل التوفيق ان شاء الله للمدربين وللجهاز الفني. امبارح اختتمت فعاليات منتدى الإعلام الرياضي واللي أقيم على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد كبير من الخبراء في مجال الإعلام. شهد المنتدى على مدار اليومين جلسات مثمرة لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات اللي بتواجه الإعلام الرياضي. كمان شهد ختام المنتدى توزيع شهادات تقدير على المشاركين في المنتدى من الإعلاميين والصحفيين. وشارك في الجلسات حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي الكبير حسن المستكاوي، وبول مكارثي الرئيس التنفيذي لربطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، والكابتن أحمد حسام ميدو نجم منتخبنا المصري ونادي الزمالك السابق، وأليسن بندار المراسلة الرياضية العالمية والإعلاميين، سيف زاهر وتامر صقر ومريهان عمرو لإدارة الجلسات، وعدد كبير من الزملاء والكتاب الصحفيين والإعلاميين. نقول لكم سريعا كده، امبارح أدار بول مكارثي الرئيس التنفيذي لربطة كتاب الإنجليز ورشة عمل تحت عنوان تحمل المسؤولية الشخصية، ده في تاني أيام منتدى الإعلام الرياضي واللي بيقام في مصر واختتمت فعالياته امبارح. استعرض المنتدى مناقشة عدة أمور حول التحديات والصعوبات طبعا اللي بيواجهها الإعلام الرياضي المصري، مع مناقشة الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش طبعا تفاعلية
تابعناها وشفناها خلال الأيام اللي فاتت، وشارك في الجلسات بول ماكارتي الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، وزي ما قلت لحضراتكم عدد كبير من الكتاب كمان الصحفيين والإعلاميين. كمان اتكلمت امبارح الإنجليزية أليسون بندر مراسلة سكاي سبورتس عن أهمية تطوير ذاتك، ازاي تطور ذاتك باللي بيتماشى مع المؤسسة اللي انت شغال فيها في مجال الصحافة الرياضية. كمان قالت أليسون ان هو يجب على الصحفي الرياضي في الوقت الحالي التطور مع وسائل السوشيال ميديا الحديثة، واذا كان متأخرا فيها يجب عليه الانطلاق فيها وعدم التأخر اكتر من كده. المنتدى خرج بمجموعة من التوصيات كانت كالتالي: المزيد من التدريب للصحفيين الرياضيين عن قواعد التغطية المهنية وغيرها من قواعد الممارسة المهنية الرشيدة، بناء الثقة بين الإعلام الرياضي ومسؤولي الفرق والأندية الرياضية وتوضيح دور الإعلام وهو تقديم المعلومة وليس توريط المسؤول أو اللاعب، ضبط الأداء الإعلامي لمنصات الأندية سواء الرقمية أو التلفزيونية للبعد عن الاستقطاب والتعصب، التأكيد على أهمية المعالجة الإعلامية التي تقلص التعصب وتنشر الروح الرياضية. يجب أن يجتهد الإعلاميين الرياضيين في اختيار المصادر المناسبة وذات الصلة، الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتزام قانوني وأخلاقي يجب الوفاء به في كل الظروف، يجب تفادي إضرار تضارب المصالح بالمحتوى الإعلامي المقدم لجمهور الرياضي، ضرورة التزام الحياد بين الفرق والأفراد المتنافسين في شتى المنافسات الرياضية، الامتناع عن تقديم أي محتوى قد يحض على العنف والتعصب والكراهية والتمييز والتحريض ضد المنافس، الفصل بين الرأي والخبر في أي محتوى يقدم عبر جميع أنواع المنصات. ينبغي على الإعلاميين الرياضيين عدم الخلط ما بين الإعلان والإعلام، التفاعلات التي يجريها الإعلاميين والصحفيين الرياضيين على منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تتبع أيضا القواعد المهنية في التغطية. ده كان ختام فعاليات منتدى الإعلام الرياضي اللي احتضنته مصر تحت رعاية الشركة المتحدة، والحقيقة كالعادة بنحاول دايما أن احنا نقدم كل جديد وكل إيجابي للمشاهد المصري، ونعيش حضراتكم معانا في المنظومة الرياضية وكل التطور اللي بيحصل المصري والعربي اللي بالتأكيد بينعكس كإعلام رياضي وكمنظومة رياضية بتتطور في العالم كله، ونكون دايما حريصين جدا على إيصال المعلومة بشكل مهني واحترافي ينال ثقة واحترام حضراتكم جميعا. تعالوا نروح معاكم لفقرة تصريح وتعليق، ونبتديها من عند أيمن الشريعي رئيس نادي أمبي، واللي اتكلم إنه هو ناوي إنه يترشح لرئاسة رابطة الأندية بالموسم اللي جاي، وأضاف كمان رابطة الأندية تتحدث عن شكل الدوري المحتمل مع الإعلام دون التحدث مع الأندية صاحبة الشأن، وكمان اتكلم عن شكل الدوري في الموسم الجديد وهو النظام الحالي الطبيعي، ولكن بيتم إلغاء المؤجلات لأن هي سبب المشكلة الرئيسية، والرابطة عايزة تغير نظام الدوري مع تواجد المؤجلات بشكل طبيعي، إذن فما الجديد؟ كمان تابع كلامه وقال دور اتحاد الكرة ورابطة الأندية تطوير المسابقة المحلية لأنه هو الأساس وهو الأهم، وما تصنع طبعا التنافس ما بين اللعيبة ده السبب، وبتأهل الأندية والمنتخب للمشاركة في البطولات القارية، والحل هو أنه يلعب الفريق اللي بيشارك قاريا بعد 48 ساعة بشكل طبيعي، مع توسيع قائمة الفريق ل 35 لاعب فوق السن. وكمان أتم كلامه وقال بنسبة 80% هترشح لرئاسة رابطة الأندية في الموسم اللي جاي، وفي حالة انتخابي بنسبة 95% سأستعين بحسام الزناتي في إدارة مسابقة الدوري، لأن الزناتي لم يجد الدعم اللازم عندما تولى ذلك المنصب من قبل، وكان بيواجه بعض العقبات لأنه أي تغيير أو تطوير وإضافات يعني تجد العديد من الناس المتواجدين تكون ضد الفكرة بشكل عام. بالتأكيد لا، يعني بالتأكيد فكرة ان يكون في تطوير او ان يكون في فكرة جديدة، يعني اعتقد انه بتلاقي دعم كبير قوي من جميع الاطراف. مش معنى كده ان لازم كل الناس تتفق على شخص واحد، ولكن مفيش حد هيكون ضد تطوير الفكرة او ضد تطوير الافكار الجديدة او الاراء الجديدة بشكل عام. يمكن دي النقطة الوحيدة اللي يعني بنتحفظ عليها بشكل عام في الاراء، لان احنا دايما بنحب نقول الاراء ورأي الايه الاخر ونعلق مع حضراتكم عليه، فيمكن انه فكرة التطوير او الاراء المختلفة عمر ما هيكون في حد ضدها، ولكن ممكن تكون الناس مختلفة على شخص ما.
كيفية إدارته للأمر، كيفية إدارته للمنصب نفسه. فيمكن الناس كلها عمرها ما هتتفق على شخص واحد، وطبعا ده حق مشروع لكل الناس إن هي تترشح. كل التحية والتقدير والاحترام للأستاذ أيمن الشريعي اللي طبعا كل هدفه إن هو يكون في تطوير المنظومة الرياضية، وإن هو ياخد طبعا حقه ان هو ياخد مساحته ان يكون متواجد في رئاسه رابطه الانديه، وده حق مشروع للجميع. بنتمنى التوفيق ان شاء الله ليه ولغيره ولكل الكوادر اللي هتنوي ان شاء الله ان هي تترشح لرئاسه رابطه الانديه علشان نشوف تطوير في المنظومه الرياضيه خلال الفتره القادمه. تعالوا نروح معاكم نطمن على منتخبنا المصري، نشوف الاجواء عامله ازاي. هل وصلت بعثه منتخب بوتسوانا حتى دي اللحظه؟ هل هيخوضوا المباراه؟ في جديد ولا لا؟ تعالوا نطير سريعا مع زميل العزيز طه محمد. طه متواجد مع حضراتكم من مقر منتخبنا المصري في بوتسوانا علشان يطمننا على اخر المستجدات ما قبل مباراه اليوم الساعه 7 مساء. برحب بك يا طه، صباح الفل عليك. صباح الفل يا فرح، صباح الفل على كل مشاهدينا في كل مكان من مقر إقامة بعثة منتخبنا الوطني من مدينة فرانسيس تاون، المدينة اللي هتحتضن مباراة منتخبنا الوطني، وهي تعتبر حتى المدينة الثانية بعد العاصمة جابرون. يمكن في هذه اللحظات مفروض ان احنا يعني عملنا اتصالاتنا بالموجودين مع رئيس الاتحاد البوتسواني لاستقبال بعثة بوتسوانا. لحد هذه اللحظة لسه الطيارة ما عملتش لاندد، ويعني تقريبا حسب اخر معلومات انه في خلال يعني من 20 ل 30 دقيقه هتكون الطياره بالفعل عملت لاندد ووصلت لفرانسيس تاون، المكان اللي هتكون فيه المباراه. كان طبعا من المفترض حسب الترتيبات الاوليه انه البعثه هتصل الى جابرون العاصمه، ومنها هتتحرك بباص لحد فرانسيس تاون، والمسافة تقريبا من العاصمة لهنا حوالي يعني من 5 ل 6 ساعات. فطبعا بعد تغير كل الأمور دي هم طبعا البلان اتغيرت، فهيوصلوا على هنا يدوب هيعملوا كده تدريبات خفيفة وبعدين على طول على ملعب المباراة. يمكن ملعب المباراة أو المدينة نفسها صغيرة، فملعب المباراة قريب. يمكن كمان حتى بعض الأمور اللي الناس تناولتها بالأمس بخصوص يعني رفض منتخبنا الوطني أنه يعني يخوض المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت بوتسوانا 9 بتوقيت القاهرة، طبعا يمكن في ارتباطات للاعبين اخرين ومحترفين ومواعيد طيارات، وايضا يمكن زي ما بقول لك المدينة اللي احنا فيها هي مش العاصمة، والمطار اللي فيها يعتبر العمل فيه مطار داخلي ويعني مدينة صغيرة، فبالتالي يعني المطار بيقفل الساعة 10 بالليل، فكانت في امور كثيرة هتعوق منتخبنا الوطني. وكان بقى في الحالة دي هنضطر ان احنا نروح للمطار العاصمة، المطار اللي فيه الحركة، وده مسافة من هنا للعاصمة أكتر من 5 6 ساعات، ثم الطيارة 10 ساعات، فكان كل ده هيغير في البلان. فبالتالي ده كان أحد الأسباب المهمة ليعني رفض منتخبنا الوطني أن يخوض المباراة في الموعد اللي تم إبلاغه بالأول. ثم بعد كده التفاوض وصلنا للحل الأوسط اللي هو هنخوض المباراة الساعة 6 بتوقيت بوتسوانا 7 بتوقيت القاهرة، وطبعا ده عليه طبعا هترتب أيضا أمور كثيرة، إن على طول بعد المباراة هنقدر على المطار على طول، ما فيش عودة للفندق. يمكن النهاردة اليوم الهادئ بقى يوم المباراة، أنا بكلمك دلوقتي بعد نص ساعة من دلوقتي هتبتدي اللاعبين تنزل للمطعم لتناول وجبة الإفطار، بعدها هيعودوا تاني للغرف، وبعدها الساعة 1 بتوقيت بوتسوانا 2 بتوقيت القاهرة هيكون في محاضرة هيتكلم فيها الكابتن حسام حسن والجهاز الفني عن آخر النقاط الهامة لمنتخب بوتسوانا. ودي نقطة مهمة حابب أتكلم عنها، إنه داخل المعسكر الاهتمام شديد جدا وكبير بهذه المباراة، المحاضرات مستمرة والمراجعات دايما على كل النقاط الهامة، وده معناه احترام الخصم بشكل كبير جدا، ودي نقطة احترافية طبعا بيقوم بيها الجهاز الفني بشكل كبير والكابتن حسام حسن. بعد المحاضرة اللي هتكون الساعة 1، بعد كده هيبقى الغدا الساعة 2، وبعد الغدا هنتحرك الساعة 4 لملعب المباراة اللي هو 5 بتوقيت القاهرة. طبعا اللاعبين الحمد لله امبارح في التمرين الأخير ظهروا بشكل ممتاز جدا، أدوا بشكل رائع جدا، الحالة البدنية كمان كانت أهم شيء وحبينا إن احنا نطلع عليه، كانت الأمور ممتازة جدا في الحالة البدنية، وده بيعود للحالة النفسية اللي تم تجهيز بيها اللاعبين بشكل رائع، فده أكيد بينعكس على ده. الكل عنده الحماس، التركيز، المسؤولية، الاهتمام بالخصم واحترامه أيا كان طبعا اسم الخصم، لكن شخصية منتخبنا الوطني وشخصية مصر هي دي الحاجة المهمة اللي بتسيطر على اللاعبين
ككل علشان يؤدوا بشكل رائع. وطبعا مهم جدا ان احنا نكسب المباراه لثلاث نقاط مع الثلاث نقاط الاولى، فتكون ست نقاط في اول جولتين من التصفيات المؤهله لكاس الامم. وبجانب طبعا النقاط وبجانب طبعا شكل منتخبنا الوطني زي ما بقول لك، الحاله كلها ممتازه، هدوء حتى في مقر اقامه منتخبنا الوطني، واحد من الفنادق الهادئه، هي المدينه كلها مدينه هادئه، حتى الساعه 6 او 7 تقريبا المدينه كلها بتكون خلاص قفلت. فيعني كل شيء الحمد لله يعني ميسر باذن الله. ان شاء الله تعود منتخبنا او يعود بعثه منتخبنا الوطني بنتيجه ايجابيه وكبيره ان شاء الله على منتخب بتسوانا. لكن زي ما بقول لك حتى هذه اللحظه مفروض ان منتخب بتسوانا لسه ما وصلش، قدامه تقريبا يعني حوالي من 20 لنص ساعه، من 20 دقيقه لنص ساعه يكون وصل بالفعل الى فرانسيس تاون. شكرا جزيلا، تحياتنا ليك زميل العزيز محمد طه، بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا المصري باذن الله، ان شاء الله نطمن على وصول لمنتخب بوتسوانا وان يكون في مواجهه محترمه النهارده بتجمع منتخبنا المصري الساعه 7 مساء امام منتخب بوتسوانا، ما يكونش فيه اي عواقب واي عقبات امام منتخب بوتسوانا، يهمنا سلامه الجميع والكل يكون مرتاح والكل يكون فعلا بيخوض المباراه وهو يعني على كامل الاستعداد، ما يكونش فيه اذى لاي لاعب من اللعيبه، الناس كلها تكون مستعدة لده. إن شاء الله كل التوفيق لكلا المنتخبين اليوم وتكون مواجهة على الموعد. تعالوا نروح مع حضراتكم لتصريح تاني من فرج عمران نائب رئيس نادي الإسماعيلي، واللي طمننا على حالة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أو اللي بيحاول إن هو يطمننا يعني بمعنى أصح، بيقول إنه في تحسن نوعا ما خلال الساعات اللي فاتت، وقال كمان إنه الكابتن إيهاب جلال لم يستفيق حتى الآن، ولكن في طمأنة من الأطباء بيطمنوهم وهم متمسكين بيه كأفضل مدرب في مصر ومنتظرين خروجه بفارغ الصبر وكل أسرته متواجدة معاه. الحقيقة إنه الأطباء حتى هذه اللحظة يا جماعة، علشان كل الناس اللي خايفة على الكابتن إيهاب جلال، ما بيطلعوش لسه بيانات رسمية، لسه الحالة مش واضحة، لسه الكابتن إيهاب جلال ما فقش حتى هذه اللحظة. بنتمنى دعاء من الجميع إن شاء الله نطمن عليه قريبا جدا وسريعا جدا، يقوم بألف سلامة إن شاء الله. وخلال الساعات القادمة كل ما يكون في جديد هنكون بنطمن حضراتكم، إن شاء الله يكون في يعني بيانات رسمية من الأطباء أو المسؤولين عن حالة الكابتن إيهاب جلال، علشان كل محبينه وكل أصدقائه وأسرته يطمنوا عليه إن شاء الله خلال الساعات القادمة، ونتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله. مشاهدينا لسه عندنا كلام كتير وتفاصيل وأخبارنا في صباح أون تايم، ولكن انتظرونا بعد الفاصل. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقرتنا في صباح اون تايم. نروح معاكم للمباريات اللي الجميع مهتم بيها وابتدت بقوة طبعا خلال الأيام اللي فاتت. تعالوا نستعرض معاكم أبرز نتائج أمس في دوري الأمم الأوروبية. فرنسا كانت على موعد مع مواجهة بلجيكا وفازت بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. أيضا تركيا فازت على أيسلندا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، والنرويج فازت على النمسا بنتيجة 2 هدفين مقابل هدف، وأخيرا سلوفينيا فازت على كازاخستان بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. أبرز مباريات اليوم أيضا هتكون في دوري الأمم الأوروبية، هتكون مواعيدها والمباريات كالتالي. الساعة 10:15 هتكون في مباراة بتجمع ما بين منتخب هولندا وألمانيا، وفي نفس التوقيت المجر هتكون على موعد مع مواجهة البوسنة والهرسك، وأيضا نفس التوقيت إنجلترا هتواجه فنلندا. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير دلوقتي عن مباراة هولندا وألمانيا ونرجع نكمل كلامنا. تعالوا نشوف معاكم أيضا تصريحات رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي وناثان أكاي لاعب المنتخب الهولندي، ونرجع مع حضرتكم مرة تانية. بعد ما تعرفنا معاكم على أهم أخبارنا الأوروبية، تعالوا نروح معاكم لأخبارنا المحلية في فقرة On Fire News.
نبتدي معاكم اول اخبارنا من النادي الاهلي. اول خبر معانا بخصوص محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي واللي ما راحش تمرين امبارح يوم الاثنين، وايضا لما تغيب عن التمرين بلغ الجهاز الفني ان هو غايب علشان والدته في المستشفى، وانه اضطر ان هو يكون متواجد معاها طول اليوم من الصبح. وطبعا كمان بلغ الكلام ده للكابتن سامي قمصان، وطبعا كابتن سامي قمصان هو المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره. كمان تفهم الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مستر مارسيل كولر للامر، وانه كهربا ما راحش التمرين، ولكن ده ما منعش كهربا انه تطبق عليه لائحه الغيابات على اللاعب وتغريمه 50,000 جنيه. من اكتر طبعا الاخبار يعني اللي زعلت جدا جمهور النادي الاهلي بالامس هو تعارض اشرف داري مدافع الاهلي للاصابه مع منتخب المغرب، وكان اشرف ضمن التشكيل الاساسي لمنتخب المغرب ضد ليسوتو في تصفيات امم افريقيا 2025 قبل ما يتعرض للاصابه. ده كان اثناء فتره الاحماء، ويخرج من التشكيل الاساسي ويشارك بدلا منه يونس عبد الحميد. كان منتخب المغرب فاز في المباراه الاولى على الجابون باربع اهداف مقابل هدف، وما شاركش فيه اشرف في المباراه الأولى ويظل على مقاعد البدلاء. إن شاء الله اللاعب يرجع سريعا علشان ينتظم في تدريبات النادي الأهلي ويكون متواجد وجمهور النادي الأهلي يطمن عليه. أما بقى عن يوسف أيمن مدافع النادي الأهلي اللي خضع للفحص الطبي تحت إشراف الدكتور أحمد جبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق من أجل تحديد فرصة أنه هو يكون متواجد بمباراة جورماهيا الكيني بعد ما كان مصاب بكدمة قوية في الركبة ده خلال مشارك في ميران الفريق. وكان كمان يوسف أيمن اشتكى من الإصابة بكدمة قوية في الركبة وما كملش الميران، وفضل الجهاز الطبي أنه هو يستبعده علشان ما تتفاقمش الإصابة ويدوله راحة للتعافي من الإصابة وتنفيذ التدريبات التأهيلية. نروح كمان لخبر تاني. رضا الحنفي المترجم الجديد للسويسري مارسيل كولر كان متواجد ايضا في ميران الفريق لاول مره بعد ما تم التعاقد معاه رسميا لينضم للجهاز الفني ويبدا معاهم الموسم الجديد. وكان ضياء النجار المترجم المؤقت قد اعلن رحيله بعد ان عمل لعده ايام مع السويسري مارسيل كولر لحين وصول رضا الحنفي لمصر قادما من سويسرا. طيب معنا دلوقتي خبر عاجل حاليا في التوقيت ده علشان كل الناس تبقى عارفة التفاصيل الخاصة بمنتخبنا المصري. منتخب بوتسوانا البعثة الخاصة بيه هتتأخر عن الوصول لحد الساعة 1 الظهر، وده طبعا هيكون وصولهم على طول على المدينة اللي هتقام فيها المباراة، المباراة الساعة 7 مساء. وارد يكون في تأخير أكتر من كده، بنتمنى وصول البعثة في أسرع توقيت ويوصلوا على ألف خير للمشاركة في المباراة مساء الساعة 7 مساء أمام منتخبنا المصري. احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بمرور عامين على تولي سويسري مارسيل كولر مهمة تدريب الفريق، وكتبوا لي طبعا مارسيل كولر في هذا اليوم من عامين كانت رحلة البداية لمارسيل كولر، وقد تعاقد النادي الأهلي مع كولر في 2022. ده طبعا كان خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز واللي أعلن النادي الأهلي فسخ التعاقد معاه بعد انتهاء بطولة الدوري. نروح بقى لأخبار النادي الزمالك، ونبتدي من عند مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب واللي تعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق أمبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. جه تعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وأكد مصدر على أنه نادي أمبي حصل على 3 ملايين جنيه قيمة إعارة محمد حمدي لمدة موسم مع وجود العديد من الامتيازات في عقد إعارة اللاعب للنادي الأبيض، وعلى رأسها طبعا يحصل النادي البترولي على 300,000 جنيه مع تخطي الزمالك كل دور بالكونفدرالية. كمان هيحصل نادي أمبي على 1,000,000 جنيه في حال فوز الزمالك بالدوري المصري الممتاز، وتم وضع بند أولوية الشراء في العقد وليس أحقية الشراء، بمعنى أنه نادي أمبي من حقه بيع اللاعب في حال وصول عرض مناسب ليه أفضل من عرض نادي الزمالك، ولكن هيتم العرض على نادي الزمالك كأولوية.
وقع السنغالي سيدنا داي عقود انتقاله للزمالك لمدة 4 مواسم بعد اجتياز الكشف الطبي وإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالصفقة عشان يصبح لاعب جديد في القلعة البيضاء. وكشف مصدر أن السنغالي سيتم قيده تحت السن بعد التوقيع للقلعة البيضاء لمدة 4 مواسم، وأنهى المهاجم السنغالي الموسم الماضي مع ناديه في المركز الخامس في ترتيب الهدافين بعد نجاحه في تسجيل 5 أهداف من إجمالي 27 هدف. نروح للدراويش النادي الإسماعيلي، وحصل مسؤول النادي الإسماعيلي على توقيع الإيفواري يايا جودوغو لاعب المنتخب الأولمبي الإيفواري لمدة 3 سنوات عشان يدعموا الصفوف في الموسم الجديد بعد رحيل العديد من اللعيبة بنهاية الموسم الماضي. بينتظر مسؤول الإسماعيلي حل أزمة إيقاف القيد اللي بيعاني منها الفريق بسبب مستحقات الإيفواري جام وامل منور الزمان الزموري، واللي دخل النادي في مفاوضات من أجل حلها. واستبعد النادي الإسماعيلي كل من البوركيني أريك تراوري اللي تم التفاوض معاه من أجل فسخ التعاقد، والتونسي النقاز اللي تم قيده في قائمة الانتظار بسبب إيقافه، وعلي الملواني اللي اقترب من الرحيل لنادي القناة ورحل عن الإسماعيلي، كل من عبد الرحمن مجدي عمر الساعي للبيع، بالإضافة لمحمد هاشم ومحمد مخلوف ومحمد دسوقي وكريم عرفات ومحمد فوزي وعصام صبحي لانتهاء التعاقد وفسخ التعاقد مع أحمد محسن وباسم مرسي. أما بقى عن باسم مرسي، فأعلن نادي طلائع الجيش التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد بعد ما رحل باسم مرسي عن الدراويش بطريقة فسخ التعاقد بالتراضي ليصبح لاعب حر ويستطيع الانضمام لصفوف طلائع الجيش في صفقة انتقال حرة. وقع باسم مرسي على العقد في حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة والعميد علاء السعداني مدير الكرة ورجب محمد رزق وكيل أعمال اللعب، وتعاقد طلائع الجيش مع الثلاثي معاد الحناوي ورجب عمران وأحمد علاء لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، بالإضافة لتمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة في أيضا السعودية، بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدي زكي وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم. مشاهدينا، بعد ما تعرفنا مع حضراتكم على ابرز واهم اخبارنا، تعالوا نروح لفاصل قصير، بعدها نرجع نستقبل ضيفنا اللي منورنا النهارده الاستاذ عمرو عماد المحلل الرياضي في صباح اون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل معاكم فقراتنا. منورنا دلوقتي الأستاذ عمرو عماد المحلل الرياضي في صباح أون تايم، أهلا بيك يا عمرو، منورنا وصباح الفل عليك. صباح النور يا فرح، ويوم بعنوان المنتخب إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب، ولكن لسه الأمور ما تمش الاستقرار عليها، أو ما بقاش في كده إيه ثبات للأمور، يعني علشان الناس برضو تكون مطمنة. بعثت منتخب بوتسوانا ما وصلتش حتى دي اللحظه، تعليقك ايه؟ وارد انها توصل الساعه 1 الظهر، وارد انها تتاخر عن كده كمان. هو طول ما هو الموضوع مش ملوش علاقه بمنتخبنا، طول ما بعثه المنتخب كويسه وبخير، ما اظنش ان ده يعني هياثر على المنتخب من حيث الجانب الذهني او حتى النفسي، يعني اظن الخبرات اللي موجوده عند لعيبه المنتخب اعلى بكتير من انها تتاثر بهذه الامور، لانها وارد اكيد اللعيبه دي مرت باحداث مشابهه لكده على مدار مع المنتخب، يعني تواجدهم مع المنتخب. فاتمنى ان مباراه تقام وان النتيجه باذن الله تكون في صالحنا. يعني شايف انه ده يعني ما كانش عداله من الاتحاد الافريقي لكره القدم انه ما يستجبش لطلب او رغبه المنتخب البوتسواني ان هو ياجل له المباراه؟ هو في الاول وفي الاخر اظن بانه المنتخب المصري هو كمان له الحق، يعني لو كان المباراه اتاجلت كنا هنسال السؤال بالعكس، انه هل كان المنتخب المصري يتظلم ان هو مثلا ما كانش موافق على الميعاد ده؟ في النهايه انت بتحط ميعاد، لما بتيجي بتغير الميعاد لازم يكون المنتخبين راضيين بتغيير الميعاد ده، والالتزامات زي ما المنتخب قال انه اللعيبه عندها مواعيد سفر والتزامات، وبالتالي اظن بان الموضوع عادل بما فيه الكفايه، يعني انه طالما انت حطيت ميعاد لازم الطرفين يكونوا قابلين بتغييره. يعني بالتاكيد. طيب هروح معاك برضو لشكل المنتخب في مباراه كاب فيردي، تعليقك ايه على اداء المنتخب، كيفيه اداره الكابتن حسام حسن للمباراه دي، وايضا الاستعانه باكثر من لاعب
هو على قناعة بيهم، استخدمهم في أكتر من مركز، وزي ما بنقول كده أنه شكل المنتخب متغير تكتيكيا معه. فعايزين نعرف رأيك ونشوف أكتر من حالة معاك كمان فنية تعليقا على قيادة الكابتن حسام حسن للمنتخب. يمكن ده اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة، أنه بعيدا عن أي شخص شاف الماتش، أي صورة ذهنية كانت في دماغه عن المنتخب أو عن كابتن حسام حسن أو أي حاجة هي ثابتة في دماغه بعد كده، لكن أي شخص هيشوف ماتش كاب فيردي ومش هيقول أن المنتخب قدم أفكار وأنماط ثابتة في أرض الملعب فهو بيضحك على الناس. يعني منتخب مصر في مباراة كاب فيردي قدم أفكار كتيرة، والمنتخب معاه الكورة والمنتخب معوش الكورة. المنتخب هو معاه الكورة كان ليه شكلين، المنتخب هو معوش الكورة كان ليه شكلين، حتى على مستوى الكرات الثابتة. وده اللي قاله كابتن حسام حسن في المؤتمر، قال لك احنا سجلنا هدف من الشغل اللي احنا عملناه في التدريبات في الكرات الثابتة، وده بقى الشغل اللي احنا جايين نقدمه للناس النهاردة. الخمس نقاط ايه هم الحاجات اللي عملها كابتن حسام حسن مع المنتخب؟ وارجع اقول هي افكار واضحة اتقدمت في مباراة كاب فيردي. ماليش دعوة بالافكار الذهنية اللي عند الشخص قبل كده، ماليش دعوة بما هو قادم لان المتغيرات ممكن تحصل، ولكن ماتش كاب فيردي منتخب مصر قدم واحدة تقريبا هي افضل مباراة لمنتخب مصر مع كابتن حسام حسن، لان بقى فيه نقدر نقول هوية، بقى فيه افكار كتيرة قوي بتتقدم على ارض الملعب، وده اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة. يمكن لما نبدأ نعرض الحالات، وهو هنبدأ اول جزء خالص هنتكلم فيه هو جزء الكرات الثابتة. كابتن حسام حسن قدم في الكرات الثابتة مش بس جملة واحدة، جملتين ظهروا في الشوط الاول في مباراة كاب فيردي، واحدة منهم اتسجلت هدف وهو ده اللي قاله في المباراة. مثلا اللقطة دي هي الفكرة الأولانية، اللي واقف على الدايرة ده هو تريزيجيه، لعيبة المنتخب كلها سحبة لعيبة كاب فيردي لجوه. اللي بيطلب الكورة في الدقيقة 9 هو تريزيجيه، بيرفع ايده وعايز الكورة، الكورة دي زيزو لعبها على القائم القريب وما راحتش لتريزيجيه. ولكن هل دي المرة الوحيدة اللي حصلت فيها؟ تعال نشوف مرة كمان. الصورة اللي بعدها على طول ركنية تانية، تريزيجيه واقف على القوس من بره ورافع ايده، رافع ايده لزيزو. نخش على اللقطة اللي بعدها، نفس الوقفة بالظبط، بنفس رفعة الايد بالظبط، تريزيجيه رافع ايده بره قوس ال 18 ولعيبة المنتخب كلها سحبة لعيبة كاب فيردي لجوه. عشان الكرة دي زيزو كان عايز يلعبها لتريزيجيه ولكنها راحت بشكل مش مظبوط شوية، فراحت لمحمد صلاح في الصورة اللي بعدها على طول، صلاح راح مثبتها لتريزيجيه، وتريزيجيه كانت كرة تقريبا هدف بس جنب العارضة بشوية. محسوبة محسوبه، وكابتن حسام بقى في المؤتمر قال ان احنا شغالين على الكور الثابته في التمرين. طب تعالى نشوف لقطه الهدف. لقطه الهدف اللي برضو كابتن حسام قال ان احنا اشتغلنا عليها في التدريبات، هنا صلاح وزيزو على الركنيه وفي اثنين من لعيبه كاب فيردي معاهم، هنا هنستعين باللعيب الثالث الا وهو مروان عطيه عشان يفضلنا اما صلاح او زيزو. كابتن حسام كان عايز يفضي مين؟ تعال نشوف الصوره اللي بعدها، مروان عطيه بيستلم الكوره ومحمد صلاح بيخش جوه ال18 عشان يسحب معاه لعيب كاب فيردي. صحيح. وبالتالي الاثنين لعيبه بتوع كاب فيردي اتسحبوا مع مروان عطيه وصلاح، اصبح في مساحه كبيره قوي لمين؟ لزيزو ان هو يعمل الاوفر. اللقطه اللي بعدها زيزو بيستلم الكره في مساحه اقرب بكتير من مساحه الكورنر وبيقدر ان هو يلعب في نفس الوقت اللي لعيبه المنتخب كلها متمركزه على البعيده عشان تكون اللقطه دي هي لقطه الهدف. فده هي النقطه الاولانيه وهي نقطه الكور الثابته. طب هل هو ده الشغل الوحيد؟ الاجابه برده لا. منتخب مصر وهو معاه الكوره كان ليه شكلين، شكل هو الاكثر حدوثا، هو اللي كان بيتكرر كتير، وده نسبه الى الخصم ان الخصم ما كانش بيضغط عالي قوي على المنتخب، كان سايب الكوره للمنتخب، فده كان الشكل الاول اللي بيتكرر بشكل كتير. الشكل الثاني لما منتخب كاب فيردي بدا يضغط على منتخبنا، واكثر لعيب تقريبا خد تعليمات من كابتن حسام حسن في المباراه هو تريزيجيه. طول الجيم، يعني انا شفت الماتش مرتين، تعليمات كابتن حسام حسن مستمره لشخصين، مروان عطيه وتريزيجيه، وفي بدايه المباراه تعليمات لتريزيجيه كمان اكتر بكتير. نبدا نشوف الجزء الثاني والنقطه الثانيه، هو شكل المنتخب والاعتماد على تريزيجيه كلاعب حر في ان هو يشغل الفرقه. كابتن حسام حسن بيعمل ايه؟ بيبدا ان هو يفرد الملعب بالاظهره محمد هاني ومحمد حمدي، بيخليهم يفردوا الملعب على الاخر ويوسعوا الملعب عشان تريزيجيه ينزل كلاعب ثالث مع قلبين الدفاع. بمجرد ما رامي ربيعه بيستلم الكوره، تريزيجيه بينزل جنبيه جنب رامي وجنب حمدي فتحي عشان يستلم الكوره. في اللقطه دي تريزيجيه هيبدا ينزل، الصوره اللي بعدها نبدا بقى نمشي بالحالات، تريزيجيه فعلا بينزل جنب رامي وحمدي فتحي، الصوره اللي بعدها اصبح المنتخب بيعتمد على شكل اقرب للثلاثه واحد. ومش عايزين بقى نثبت هنا شويه، محمد هاني ومحمد حمدي الاثنين فاتحين الملعب، فاتحين عرض الملعب قوي على الاطراف، ليه؟ عشان يبقى في مساحات للعمق لصلاح، لزيزو، لمرموش، لمصطفى محمد. بنحاول نخلق لهم مساحه فبنوسع عرض الملعب عشان الخصم يضطر هو كمان يوسع الملعب
معانا. في نفس ذات الوقت مين اللي بيشغلهم؟ اللعيب اللي موجود على الطرف اللي هو تريزيجيه. فبيبقى شكل المنتخب اقرب ليه تريزيجيه، حمدي فتحي، رامي ربيعه، وقدامهم مروان عطيه. شكل الثلاثه واحد ده مش عايزين بقى نقعد نقارن عشان الناس بس هو بيحصل بره. صحيح بيحصل بره وبيتكرر بره وبنشوف انديه كتير، ولكن خلينا نتكلم على اللي احنا شايفينه مع المنتخب تريزيجيه. نشوف بقى اللقطه اللي بعدها ونشوف كم عدد حالات التكرار. في اللقطه دي تريزيجيه بيشاور لمحمد حمدي بيقول له روح افرد الملعب. روح مكانك افرد الملعب وانا هسقط مع حمدي ورامي ربيعه. الصورة اللي بعدها تريزيجيه بقى جنب قلبين الدفاع فأصبح شكل المنتخب 3-1. لما نبدأ بقى نجري بالحالات أنا جايب عدد لقطات التكرار، أدي اللقطة الأولى نفس الشكل 3-1. نجري بقى بالحالات 5 مرات وكان فيه أكتر من كده بكتير. تريزيجيه دايما لعيب بينزل مع قلبين الدفاع عشان هو اللي يشغل المنتخب ويكون مهمته لعيب كده. حر بالظبط. طيب انا قلت ان في افكار اتقدمت طبعا. الافكار دي هل هي محتاجه تطوير؟ اكيد محتاجه تطوير. أوه. محتاجه تطوير ليه؟ لانه النهارده الخصم لما بيلاقي صلاح واقف في العمق، لما بيلاقي زيزو واقف في العمق ومرموش ومصطفى محمد بيعمل ايه؟ بيقف في العمق. بيسيب الاطراف. الاطراف في 2 لعيبه واقفين عليها اللي هم هاني ومحمد حمدي، لكن امكانياتهم الهجوميه اقل بكتير من اللعيبه اللي موجوده في عمق الملعب. وبالتالي الخصم بيبقى واقف بطريقه ان هو متمركز بس هو قافل العمق مش مهتم للاطراف. صحيح. اللي انا مستني اشوفه الفتره الجايه، يعني منتخب مصر خلق فرص كتير من اشكال مختلفه، بس الطريقه دي المنتخب كان مسيطر بس خلق الفرص من الاسلوب ده كان قليل شويه. من وجهه نظري اللي محتاج اشوفه مع المنتخب الفتره اللي جايه ان يكون في تبادل للمراكز على اطراف الملعب، بحيث ان بدل ما محمد حمدي يكون هو اللي فاتح عرض الملعب اشوف محمد حمدي هو اللي في العمق ومرموش هو اللي على الطرف. صحيح. صلاح هو اللي على الطرف وهاني هو اللي بيدخل العمق. ده شيء هيجبر الخصم ان هو مش هيسيب صلاح على الطرف لوحده. مش هيسيب مرموش، فهيضطر ان هو يفرد الملعب اكتر واكتر. لكن انا كخصم بلاعب منتخب مصر وشايف الاسماء دي كلها في عمق الملعب، انا مش هضطر ان انا افتح الملعب، لانه حتى هاني حتى محمد حمدي لو الكره وصلت لهم فهي اقل بخطوره جدا من انها توصل لاي لعيب موجود في العمق. ولكن هل في فكره؟ طبعا في فكره، الا وهو تواجد تريزيجيه كلاعب ثالث مع قلبين الدفاع. عمرو هستأذنك هنكمل بقى بعد ما اتكلمنا عن الجانب التحليلي، هتكلم معاك كمان على رؤيتك النهارده للمباراه. هل كابتن حسام يعتمد على نفس التشكيل ولا يكون في تغييرات خصوصا مع بعض الاصابات والغيابات؟ ولكن هنروح لفاصل مشاهدينا ونرجع مع حضراتكم مره تانية نستكمل حوارنا مع عمرو عماد المحلل الرياضي في صباح اون تايم. انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل حوارنا مع عمرو عماد المحلل الرياضي في صباح اون تايم. عودة ليك يا عمرو، كنت بكلمك على الغيابات والإصابات اللي ممكن إن هي تأثر بشكل كبير على بعض العناصر اللي كانت بتشارك مع المنتخب. الكابتن حسام حسن النهارده يتغلب على ده إزاي خصوصا في ظل عدم وجود واحد من أهم اللعيبة وهو عمر مرموش؟ غياب مرموش يعني هيكون مقترن بوجود لعيب زي تريزيجيه مكانه، ويمكن دي اهميه تريزيجيه مع كابتن حسام. هو لو نفتكر اول ماتش خالص تقريبا تريزيجيه كان بيلعب ناحيه الشمال على الطرف كانه باك اللي هو وينج باك، يعني كان في 3 ورا وهو كان بيلعب على الطرف. بعدين تريزيجيه بقى يلعب وينج عادي جدا في الماتش اللي بعديه، بعدها تريزيجيه لعب لعيب رقم 8. الماتش اللي فات بنشوفه في ادوار ان هو اللي بيطلع بالهجمه وهو اللي بيشغل اللعيبه كلاعب ثالث ورا مع الاثنين قلبين الدفاع. فتريزيجيه اظن بان هو اللي هيكون هيعوض مرموش في الحته دي، ووقتها بقى اللي هيدخل مكان مرموش هو النني. يعني ممكن يكون بقى النني هو اللي هيدخل مع مروان عطيه وهنقوم بنفس الدور. يعني حتى لما الشوط الثاني لما النني نزل الماتش اللي فات كان بيلعب بنفس الفكره اللي شرحتها قبل الفاصل، بس بدل ما كان تريزيجيه هو اللي بينزل كان مروان عطيه او النني واحد فيهم بينزل والتاني بيبقى موجود كلاعب ارتكاز. فهو ده اللي هيكون الشكل المتوقع للمنتخب النهارده. يعني انتقل معاك للنادي الاهلي ونادي الزمالك، عندنا انتقالات قويه جدا، الانتقالات طبعا الصيفيه وحصل فيها مفاجات. نبتديها من اخر صفقه وتعاقد نادي الزمالك بالامس مع لاعب من اهم لعيبه انبي. طبعا من وجهه نظرك حمدي يعني اعتقد انه هيكون اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك. اكيد اضافه كبيره لنادي الزمالك، ودايما اللعيبه اللي بتكون طالعه من انبي بتكون لعيبه كويسه وكويسه جدا، ونادي الزمالك هو محتاج
لأكبر عدد ممكن من الصفقات، مش بس كمان على مستوى الإمكانيات والكواليتي، على قد مستوى الكم، إنه الفريق داخل على بطولات كتيرة جدا وتنقلات كتيرة، فبالتالي هو محتاج سكواد كبير، يكون سكواد فيه لعيبة كتيرة، الأساسي ما يفرش عن الاحتياطي عشان يقدر إنه هو يشارك في البطولات، سواء بطولة الدوري، سواء بطولة الكونفدرالية، سواء بطولة الكاس، السوبر الأفريقي اللي هيتلعب يوم 27. وبالتالي والدوري عندنا في مصر مضغوط طبعا، في ظل طبعا أزمة فتوح، وممكن الأمور دي تتحل إمتى، أو يكون فتوح متواجد امتى الله اعلم طبعا. فوجود لاعب زي محمد حمدي اعتقد كعمود اساسي ولاعب عنده خبرات يفرق كتير قوي اكيد. واظن بانه طالما الصفقه جوزيه جوميز وافق عليها واكد عليها، فهو اكيد في احتياج ليها يعني. طيب لو رحت معاك ايضا لباقي الصفقات، بوبانزا من وجهه نظرك نادي الزمالك ممكن يحل الازمه، لانه في كلام عمال يتقال انه بوبانزا ممكن يجي او ما يجيش، تعليقك ايه؟ هو كلاعب قيمة فنية أكيد، هو قيمة فنية كبيرة، ولكن الفكرة في سلوك اللاعب، هو ما بعد التعاقد مع اللاعب التعامل معاه هيكون ازاي، دي نقطة محورية في نجاح الصفقة ولا مع الزمالك. لو المشكلة اتحلت، وانا اظن بان قانونيا زمالك الموضوع الحق معاه، ولكن حتى لو الصفقة جت التعامل معاها على مستوى سلوك اللاعب، التزام نفسه بالضبط، هي دي النقطة المحورية، هل اللاعب هينجح ولا لا. لانه حتى كان في واقع ليه مع نادي الشباب قبل كده، كانت مباراه مهمه وجت ضربه جزاء وما كانش هو المفروض يشوطها، وكان في لعيب بانيجا، لعيب كبير قوي كان بيلعب في الشباب، كان هو المفروض يسددها، راح للمدرب وقال له هو اللي هيشوط، فالمدرب رفض، ارون صمم ان هو اللي يشوط ضربه الجزاء وشاطها بطريقه استعراضيه قوي، عملها بانينكا في نص الجون والكره اتصدت، بعدها راح المدرب على طول مغيره، خد بعضه وطلع من اوضه اللبس حتى ما عادش على الدكه. فهو واضح ان هو كسلوك محتاج يكون فيه التزام اكتر وانضباط اكتر، وهو ده بالنسبه لي مفتاح. لو قدر الزمالك يتعامل مع الموضوع ده اكيد قيمه فنيه اضافه كبيره للفريق يعني. لو رحت معاك للنادي الاهلي، طبعا كل الجمهور امبارح اصابه اشرف داري اثرت جدا وضايقتهم جدا، من وجهه نظرك شفت الصفقه ازاي؟ يحيى عطيه الله من الصفقات القويه ايضا، وكمان عمر الساعي ويوسف ايمن. كنت موجود معاكي تقريبا من فتره واتكلمت عن النادي الاهلي، وانه هو لازم يعيد هيكله اللعيبه الاجانب اللي عنده، محتاج لعيبه اجانب كتير في الميركاتو ده. الاهلي عمل ده بشكل كويس، سواء التعاقد مع داري، سواء التعاقد مع يحيى عطيه الله، صفقات كويسه. ولكن بالنسبه لي يظل التلت الاخير عند النادي الاهلي محتاج برضو حاجه. ما بيقولوا لسه في صفقه مفاجاه، ما يعني مش عارفين، بس هو الموضوع محتاج في التلت الاخير، لو حتى كنوعيه لعيبه الاهلي ممكن يكون محتاج، كنت انا افضل ان يكون في جناح في الفريق مكان حد من الاثنين اللي موجودين، ولكن ما زال في صفقة الأهلي على التلت الأخير. ولكن في الجزء الخلفي سواء كان الباك ليفت أو حتى قلب الدفاع، فطبعا التدعيمات كويسة وعوضت غياب اللي مش موجودين، يعني غياب عبد المنعم، رحيل عبد المنعم، وغياب علي معلول مدة للإصابة. لكن يبقى الجزء الأخير محتاج صفقة، محتاج صفقة. طيب سيدي ناداي من الصفقات اللي نادي الزمالك لسه انا متكلمه عليها، كنت بقول انه نادي الزمالك خلاص وقع عقود مع اللاعب لمده 4 مواسم واجتاز الكشف الطبي، شايف ازاي الصفقه دي ايضا؟ واضح ان الزمالك تركيزه على المهاجمين كان كبير قوي السنه دي وكويس، وده واضح ان هو مطلب من المدير الفني، ان هو ثلاث صفقات في مركز الهجوم بس، تدعيم كبير للمركز ده. واظن انه زي لسه ما كنت بقول لك فكره عمق السكواد، ان انت يكون عندك خيار واثنين وثلاثه وخيار الثاني زي الخيار الاولاني، فكل الموضوع ده هيفرق اكيد مع نادي الزمالك، مع وجود اللعيبه اللي حواليه زيزو ومحمد شحاته ودونجا وناصر ماهر وعبد الله السعيد. يعني انا بشوف ان سكواد الزمالك كل ده اتكلمنا على الخط الامامي، دفاع الزمالك، دفاع الزمالك ده اللي بقى جاي لك فيه. انا بشوف انه الزمالك محتاج تدعيم على مستوى قلوب الدفاع،
يمكن كان في كلام عن محمد اسماعيل مدافع زد، ولكن انا بشوف كان في كلام برضو عن اسامه جلال مع بيراميدز. محمود علاء اصابه الونش ولسه ما رجعش، الخبرات الكبيره زي عبد الشافي عدم وجوده، مصطفى الزناري زي ما انت عارف يمكن يكون بيبقى متواجد فترات وفترات لا، حسام عبد المجيد يعني برضو الامور ما كانتش بتبقى في افضل حال، ولكن اداؤه طبعا جيد. محمد طارق اصبح برضو من اللعيبه، توظيفه للمسلوسي كقلب دفاع، المسلوسي كقلب دفاع، عمر جابر. بس انت بتتكلم على انه نادي الزمالك محتاج سرد باك بالظبط، يعني على مستوى الاظهره انا بشوف ان الزمالك مع صفقه محمد حمدي ومع الصفقات الجديده ان هو قدر يغطي، مع وجود عمر جابر قدر يغطي النوع ده على مستوى الاظهره، لكن على مستوى السرد باك محتاج صفقه. يمكن كان في كلام عن اسامه جلال برضو من بيراميدز، صحيح، فالزمالك محتاج في الحته دي حد يعني. هنشوف لسه وهنتابع وهنعرف طبعا كل جديد، ونعرف كمان الصفقة المفاجأة للنادي الأهلي، وبالتأكيد لسه خلال الساعات القادمة هيحضر لنا الميركاتو مفاجآت كتيرة جدا. نورتنا وشكرا جزيلا لوجودك معنا طبعا عمرو عماد المحلل الرياضي، ميرسي جدا ليك. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا من صباح اون تايم، يتجدد لقاءنا دائما عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس. نشوفكم بإذن الله وحلقة جديدة، ويومكم خير وسعادة وفرح.